مجلس الوزراء ينفي نقص السلع الاستراتيجية في الأسواق تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية. مجموعة السبع تعلن فرض سقف على سعر النفط الروسي وموسكو تنتقد القرار. رغم زيادة أعداد الوظائف، ارتفاع نسبة البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.7% في أغسطس. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن نقص السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية بشكل طبيعي مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين وفروع مشروع جمعية، مشيرا إلى توافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية يتجاوز 6 أشهر. تحت رعاية رئيس الجمهورية أطلقت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد اعتبارا من الأول من الشهر الجاري ولمدة شهر. المبادرة تأتي بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد لتوفير كافة المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، مع الاستمرار في توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة. بعد استعدادات وتجهيزات كبيرة، أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد، وتستمر فعاليتها على مدار شهر لتوفير كافة المستلزمات المدرسية بأنواعها المختلفة بتخفيضات تصل نسبتها إلى 30%. مبادرة كلنا واحد دي تعتبر من أكبر المبادرات الاجتماعية اللي بتطلقها الدولة، وبحس ان هي تعاون ما بين منظومة العمل الامني والعمل المجتمعي. احنا بنشارك بادوات مكتبية ومدرسية، وبنشارك بزي مدرسي وملابس واحذية مدرسية. احنا بنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. هذه المرحلة من المبادرة تشهد مشاركة واسعة من السلاسل التجارية والكيانات الصناعية والمكتبات الكبرى، حيث تشارك 38 كيانا وسلسلة تجارية و814 منفذا، فضلا عن وجود 6 معارض رئيسية و17 معرضا فرعيا بالشوارع والميادين الرئيسية على مستوى الجمهورية، جميعها موضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت، تتوفر فيها كافة الاحتياجات المدرسية بالأسعار المخفضة. أول يوم دخلت أنا انبهرت بصراحة، انبهرت بالأشياء اللي موجودة، وانبهرت بالعرض في حاجة، وانبهرت بجودة الحاجة اللي هي محطوطة للجمهور. شغل ممتاز صراحة، احنا بنشكر المبادرة ونشكر سيادة الرئيس ان هو عمل لنا الحاجات الحلوة دي، للأمانة حاجة جميلة وتشرف بلدنا كلها. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. الإقبال كبير من المواطنين منذ اللحظة الأولى لإطلاق المبادرة لتلبية متطلبات أبنائهم، مستفيدين من التخفيضات التي أتاحتها وزارة الداخلية، والتي اعتادت مع بداية كل عام دراسي أن تسهم في رفع الأعباء عن كاهل أولياء الأمور. صدت جدا من الأسعار، في تخفيضات 20 و25 و30، وإن شاء الله بجيب حاجة أولادي كلهم من هنا، والحاجات جميله ما شاء الله والكواليتي بتاعتها عاليه قوي. بنشكر سياده الرئيس طبعا على المبادره دي، احنا شايفين طبعا عندنا هنا الحاجه الحمد لله متوفره وموجوده، وفي تخفيضات جميله جدا، والاسعار يعني الحمد لله في متناول المواطن الطبيعي العادي. بالتوازي مع انطلاق المرحله 23 من المبادره، تواصل وزاره الداخليه توفير احتياجات المواطنين من كافه انواع السلع
تحت مظلة مبادرة كلنا واحد بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60%. احنا مستمرين في المبادرة ان احنا نوفر السلع الاستراتيجية والأساسية الهامة او الخاصة بالمنزل بنسب خصم كبيرة تصل إلى 50% أو 60%. كما تستمر منظومة أمان في توفير السلع الغذائية عبر منافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي يصل عددها إلى 1026 منفذاً، موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الجاري. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. كما قامت منظومة أمان بإعداد وتجهيز حقائب مدرسية بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن. شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. الدور الاجتماعي والإنساني في المنظومة الأمنية في مقدمة أولويات وزارة الداخلية، وهو ما بدا واضحا من خلال مبادرة كلنا واحد وحرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد. تتسم المستلزمات المدرسية المعروضة في إطار المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بأنها ذات جودة عالية وأسعار مخفضة، وهو ما تسعى إليه وزارة الداخلية من هذه المرحلة من المبادرة، تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية مع قرب حلول عام دراسي جديد. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 506 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 126 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 110 أطنان، كما تم ضبط قرابة 16 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية والغير غذائية. أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 720 قضية، من بينها 102 قضية خبز ناقص الوزن و93 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. في إطار الحرص على التخفيف عن أولياء الأمور عبر توفير كافة الاحتياجات للطلاب المدارس في مكان واحد شامل وجامع، تتواصل فعاليات معرض أهلا مدارس لتقديم خدماته للمواطنين، ويأتي تحت شعار افرح وفرح ولادك. ولمزيد من المتابعين ضم إلينا مباشرة من معرض أهلا مدارس مراسل التلفزيون المصري إلى هناك كريم بيبرس. كريم، ما هي المعروضات التي تتوافر في هذا المعرض ومدى مناسبتها لدخول المواطن البسيط؟ تحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل معرض أهلا مدارس هنا في مدينة نصر في أرض المعارض يستقبل المواطنين في حقيقة الأمر من جميع الفئات. هناك تخفيضات في هذا المكان تبدأ من 30% وتصل إلى 50%. هذا المعرض كما ذكرتم هو بالفعل معرض شامل وجامع، وهي فرصة جيدة جدا للمواطنين ليشتروا مستلزماتهم المدرسية بشكل عام من مكان واحد لتسهيل عليهم بدلا من مشقة البحث في أماكن مختلفة بشكل عام. هذا المعرض يوفر جميع المستلزمات المدرسية بداية من الأقلام، الرصاص والجاف والكراسات والكتب بشكل عام الخارجية، وحتى الشنط المدرسية والملابس المدرسية بكل أنواعها متواجدة داخل هذا المعرض، بجانب بالطبع وجود بعض الشركات للمواد الغذائية المختلفة وأيضا كل ما يحتاجه الطالب بشكل عام سواء كان ذكر أو أنثى، كل ما يحتاجه بشكل عام متواجد داخل المعرض. هذا المعرض خلال لقائي في حقيقة الأمر أيضا مع المواطنين أشادوا بوجود هذه المنتجات كاملة، وجود كل المنتجات بشكل عام، وأشادوا أيضا بالأسعار التنافسية بأنها تختلف عن الأسعار خارج المعرض، وأيضا هناك من طالب بوجود مثل هذا المعرض في محافظات أخرى وفي توقيتات أخرى بشكل عام. بالطبع يكون هذا المعرض دائما قبل موسم المدارس بشكل عام، ولكن
ولكنهم طالبوا بوجوده في محافظات وأماكن مختلفة بشكل عام، لأنه ييسر عليهم كما ذكرتم عدم مشقة البحث في أماكن مختلفة، وأيضا يوفر عليهم بشكل عام في الأسعار الخاصة بالمستلزمات الدراسية. يفتح المعرض أبوابه من الساعة 11 صباحا وحتى 10 مساء يوميا حتى 9 من الشهر الجاري، وأيضا هناك مواصلات يعني في أماكن مختلفة تسهيلا أيضا على المواطنين للوصول للمعرض من الميادين الرئيسية. هذا المعرض بالطبع دخول المعرض بالمجان للمواطنين، وأيضا يعد فرصة لتوطين الصناعة بشكل عام، لأن لافتات بكل فخر صنع في مصر متواجدة في جميع أرجاء المعرض بشكل عام، وأيضا هو فرصة للمستوردين أيضا لوجود المنتجات المستوردة والمنتجات محلية الصنع داخل المعرض، ويعد فرصة لتنوع المنتجات للمواطنين بشكل عام. نعم، وكما ذكرت يستمر إلى 9 من سبتمبر. كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من معرض أهلا مدارس كنت معنا، شكرا جزيلا لك. دعا مجلس الأمن الدولي الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وبدء الحوار، وفي بيان ذكر المجلس أن أعضاء مجلس الأمن أدانوا أعمال العنف التي اجتاحت العراق يومي 29 و30 من أغسطس الماضي، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء أنباء عن سقوط ضحايا وجرحى، وأحيطوا علما بجهود الحكومة العراقية لاستعادة النظام، وطالب البيان الجميع بحل خلافاتهم السياسية سلميا واحترام سيادة القانون والحق في التجمع السلمي وتجنب العنف. أعلنت قوات الأمن العراقية تدمير معقل لتنظيم داعش الإرهابي غرب الموصل، وفي بيان لها أكدت قوات الأمن العراقية أنه تم تدبير مخازن المتفجرات التابعة للتنظيم الإرهابي، فضلا عن تدمير المعقل الرئيسي للتنظيم في جبال عداية غرب الموصل. وأوضحت القوات العراقية أن قوة من قيادة عمليات نينوى عثرت على في وقت سابق على أحد مقرات تنظيم داعش الإرهابي، حيث تم ضبط معدات فنية وعبوات ووثائق ومواد لوجستية. أعلنت وزارة الدفاع التونسية القضاء على 3 عناصر تابعة لتنظيم جند الخلافة الإرهابي في عملية مشتركة بين الجيش والحرس والأمن في ولاية القصرين. وفي بيان لها أوضحت وزارة الدفاع التونسية أن العملية الأمنية المشتركة استهدفت مرتفعات السلوم من ولاية القصرين، مشيرا إلى استمرار العمليات لتعقيب ما تبقى من العناصر الإرهابية للتنظيم. اعتبر الكريملين أن وصول فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زاباريجيا النووية الأوكرانية وتمكنه من بدء تفتيشها اعتبره أمرا إيجابيا جدا، رغم أنه ما زال من المبكر جدا تقييم نتائجه. وأوضح المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أنه أمر إيجابي أن يكون الوفد قد وصل وبدأ العمل رغم الصعوبات والمشاكل. قال مبعوث روسيا لدى المنظمة الدولية في فيينا لوكالة ريا نوفيتشي للأنباء إن 2 من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقيان في محطة زاباريجيا للطاقة النووية بشكل دائم. وأضاف المبعوث الروسي أن هناك بعثة من الوكالة حاليا في المحطة، وهي أكبر منشأة نووية في أوروبا وتسيطر عليها القوات الروسية منذ مارس. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زاباريجيا النووية مهمة على الرغم من الصعوبات التي واجهتها بسبب الوجود الروسي في الموقع. وذكر زيلينسكي أن بلاده فعلت كل شيء لضمان وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زاباريجيا، معتقدا أن هذه المهمة قد تكون لها دور. أوكرانيا عملت كل شيء لتوجيه هذه المهمة.
قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن سلامة منشآت محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا تعرضت للخطر عدة مرات، وعبر عن قلقه إزاء الوضع هناك. وجاء تصريح غروسي بعد قضاء ساعات في المحطة أمس رغم إطلاق النار الذي قال إنه كان قريبا بشكل يدعو للقلق. وسيعود غروسي وفريقه من الخبراء الدوليين اليوم عبر خطوط المواجهة لتقييم الأضرار المادية في أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا. لا تزال محطة زابوريجيا للطاقة النووية تتصدر الأخبار باعتبارها أحد العناوين الرئيسية البارزة للأزمة الأوكرانية في وقت تواصل فيه موسكو وكييف تبادل الاتهامات بشأن المسؤول عن القصف الذي تتعرض له المحطة. أحدث التطورات في قضية المحطة النووية الأكبر في أوروبا جاءت بزيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة مدير عام الوكالة رافائيل غروسي للتأكد من سلامتها وعدم تعرضها لأضرار، وسط مخاوف كبيرة من حدوث كارثة نووية تهدد القارة العجوز. غروسي الذي امتدت زيارته للمحطة لعدة ساعات أكد أن بعثة الوكالة أجرت تقييماً أولياً للموقف داخل المحطة النووية، مشيراً إلى أن سلامة محطة زابوريجيا انتهكت مراراً. وفي هذا الإطار أعلن المدير العام لوكالة الطاقة الذرية أن بعض خبراء الوكالة سيبقون في المحطة بعد مغادرة البعثة، لافتاً إلى أنه سيظل قلقاً حتى يصبح الوضع في المحطة أكثر استقراراً وأكثر قابلية للتنبؤ بتطوراته. من جانبها طالبت روسيا بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 6 سبتمبر الجاري لمناقشة القصف الذي تعرضت له محطة زابوريجيا والاستماع لنتائج زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هي إذن أحداث سريعة وتطورات متلاحقة حول المحطة التي تشكل خطرا كبيرا على أوروبا، وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بقصفها وسط ترقب دولي لما ستسفر عنه الأيام القادمة. أعلنت الدفاع الروسية إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سو 25 وميج 29. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن كييف ما تزال تحاول كسب موطئ قدم في مناطق معينة على محوري نيكولايف في جنوب أوكرانيا دون أي تقدم، مشيرا إلى أن طيران وصواريخ المدفعية الروسية أحدثت خسائر فادحة في وحدات وصفوف القوات الأوكرانية. أكد مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولا دوريفير أنه تم توجيه الدعوة إلى روسيا وأوكرانيا لحضور اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في أوكرانيا المقرر انعقاده في 22 سبتمبر الجاري على المستوى الوزاري. وأوضح دوريفير الذي يتولى أو تتولى بلاده رئاسة الدورية أو الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في شهر سبتمبر أنه تمت دعوة جميع وزراء الخارجية للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بمن فيهم الوزير الروسي، مشيرا إلى أنه تم تخصيص الاجتماع لبحث الأزمة الأوكرانية. كما أكد المبعوث الفرنسي أيضا أن اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية الذي طلبته روسيا سيعقد في 6 سبتمبر الجاري. أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن الوزارة الأوكرانية أو الأزمة الأوكرانية أدت إلى إضعاف كارثي للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن قادة الاتحاد لم يستطيعوا منع ذلك. وفي كلمته خلال مؤتمر البلقان المفتوحة المنعقد في بلغراد قال سيارتو إن الأزمة الأوكرانية الروسية وتأثيرها الاقتصادي وأزمة الطاقة المدمرة أدت إلى إضعاف كارثي لأوروبا والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا من حماية الناس في أوروبا من دفع فواتير الحرب التي لا يتحملون أي مسؤولية عنها.
أعلنت مجموعة السبع أنها ستفرض بصورة عاجلة سقفا على أسعار النفط الروسي، ودعت تحالفا من عدد من الدول للانضمام إلى هذا الإجراء بهدف حرمان موسكو من قسم من مواردها من قطاع الطاقة. وأكد وزراء مالية المجموعة أن سقف الأسعار سيحدد عند مستوى يستند إلى سلسلة من البيانات الفنية، وسيقرره التحالف بمجمله قبل وضعه موضع التنفيذ. كما أوضحوا أن الأسعار في المستقبل ستحدد علنا بصورة واضحة وشفافة. صرح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين بأن أمن الطاقة في أوروبا بدون روسيا أمر مستحيل. وقال في تصريحات أن رؤساء الدول الأوروبية يحتاجون إلى رفع العقوبات وإطلاق خط أنابيب نورد ستريم 2، وإلا فأنهم سيعقدون حياة مواطنيهم أكثر. وأضاف رئيس الدوما أن دولا أوروبية اشترت العام الماضي 341 مليار متر مكعب من الغاز، منها ما يقرب من 50% من الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب. وشدد فولودان على أن العقوبات التي تستهدف روسيا أدت إلى أزمة من الطاقة في الدول الأوروبية التي بادرت إليها. قالت الرئيسة التنفيذية لشركة إنجي المورد الرئيسي للغاز في فرنسا كاثرين ماكرين أن قطاع الطاقة في أوروبا يمر بأزمة استثنائية. وأضافت أن الأحداث الحالية التي تشكلت في المقام الأول بسبب خفض الواردات الروسية والتحول المطلوب نحو الطاقة الخضراء تمثل نقطة التحول، مضيفة أن نمط الاعتدال في الاستهلاك يظل مهما للغاية مع أزمة الطاقة. ويأتي هذا في وقت يتصاعد فيه خلاف حول إمدادات الغاز بين إنجي وغاز بروم هذا الأسبوع، مع استعداد الشركة الروسية لوقف جميع عمليات التسليم للمتعهد الفرنسي، وأرجعت ذلك إلى عدم الالتزام بسداد مدفوعات. كشف مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا عن ثبات مستمر لمستوى الضخ في الأنابيب من روسيا عبر أراضيها إلى الدول الأوروبية. وأصدرت الشركة المشغلة لخطوط أنابيب نقل الغاز في أوكرانيا بيانا رسميا جاء فيه أن ضخ الغاز الروسي عبر الأنابيب للشركة الأوكرانية مستمر وثابت، ويبلغ نحو 42.4 مليون متر مكعب يوميا، مشيرا إلى أنه تم تعليق شحنات الغاز الروسي عبر نورد ستريم، الطريق الرئيسي لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا بالكامل، لمدة 3 أيام بسبب بدء الإصلاح. أظهرت بيانات نشرتها وزارة العمل الأمريكية أن أصحاب الأعمال وظفوا عددا أكبر بقليل مما كان متوقعا خلال شهر أغسطس الماضي، رغم ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7%. وأوضح تقرير للوزارة أن عدد الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 315 ألف وظيفة الشهر الماضي، وتأتي تقرير الوظائف بعد أسبوع من تحذير لرئيس الاحتياط الاتحاد جيروم باول الأمريكي في فترة وصفها بالمؤلمة من تباطؤ النمو الاقتصادي واحتمال ارتفاع البطالة. الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم واجه تداعيات كبيرة ومتصاعدة بسبب الأزمات التي اعترت العالم والتي زادت حدتها مع انطلاق العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. الأزمات المتلاحقة دفعت الاقتصاد الأمريكي إلى تسجيل معدلات تضخم غير مسبوقة وارتفاع كبير في أسعار معظم السلع. أزمات اقتصادية كبيرة تلاحق الولايات المتحدة الأمريكية بسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا وارتفاع معدلات التضخم عالمياً. فوفقاً لتقرير أمريكي، فإن معدلات التضخم المرتفعة تسببت في زيادة تكلفة زراعة الغذاء، فكل ما يستخدمه المزارعون لزراعة المحاصيل مثل الأسمدة والعلف والعمالة زادت بشكل كبير جداً، إذ تشير التقديرات إلى أن تكاليف الإنتاج ستزيد عن 66 مليار دولار أو 18% في العام الجاري، وهو أكبر رقم على الإطلاق بحسب تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية. أزمة الغذاء التي طالت الولايات المتحدة الأمريكية جاءت في توقيت صعب جداً،
إذ يلجأ العالم إلى واشنطن للحصول على إمدادات بسبب النقص الكبير الذي تسببت فيه العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، حيث أربكت الأزمة الأوكرانية أسواق السلع وتعطلت شحنات الحبوب المهمة من البحر الأسود إحدى سلال الخبز في العالم. أزمات أسعار المواد الغذائية طالت جميع اقتصادات دول العالم وسجلت أرقاماً قياسية بسبب معدلات التضخم المرتفعة، الأمر الذي تسبب في ارتفاع مستويات الجوع إلى أرقام غير مسبوقة. لعل أكبر القفزات في الأسعار بالولايات المتحدة شهدتها الأسمدة والأعلاف المستخدمة لتربية الحيوانات، بينما ظلت أسعار الذرة والقمح مرتفعة أيضاً مع استمرار الاضطرابات في توريد القمح من روسيا بسبب العقوبات الكبيرة التي فرضت على موسكو، إضافة إلى أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا التي أجبرت بعض المصانع على إغلاق الإنتاج أو تقليصه. كل هذه العوامل أدت إلى ما يشبه أزمة جوع حقيقية تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية. تسعى مفوضية الاتحاد الأوروبي للحصول على تشريع يسمح لها بإجبار الشركات على تلبية طلبيات دول الاتحاد خلال أوقات الأزمة أولاً. وأظهرت مسودة المقترح الأوروبي أن الشركات التي لم تلتزم بتنفيذ الطلبيات ستواجه غرامات طائلة. هذا ومن المقرر إعلان المفوضية عن هذا الاقتراح في منتصف سبتمبر الجاري، حيث ستحصل المفوضية وفق خطة لأداة السوق الموحد للطوارئ على صلاحيات أكبر بكثير للتدخل في سلسلة توريدات الاتحاد الأوروبي أثناء المرور بأي أزمة. انخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمي الخاص بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، مبتعدا أكثر عن أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجلها في وقت سابق من العام. وسجل مؤشر الفاو الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم في المتوسط 138 نقطة الشهر الماضي مقابل مستوى معدل بلغ 147 لشهر يوليو. نشرة السادسة ما زالت متواصلة وتتابعون فيها. حزب المحافظين يعلن انتهاء عملية التصويت لاختيار زعيمه الجديد والإعلان عن خليفة جونسون الاثنين المقبل. قالت الخارجية الصينية إن الحزب الحاكم في تايوان يحاول تضخيم التوتر بعد أن أسقطت تايبي ذات الحكم الذاتي طائرة مسيرة مدنية مجهولة المصدر هذا الأسبوع. وفي المقابل قال رئيس الحكومة التايوانية سو تسينغ تشانغ إن إسقاط تايوان لطائرة مسيرة حدقت فوق إحدى الجزر الواقعة تحت سيطرتها قرب السواحل الصينية كان أنسب رد على تجاهل السلطات الصينية التحذيرات المتكررة بعدم اختراق الأجواء الجوية، مضيفا أنه يتعين على الصين ممارسة سياسة ضبط النفس. وأضاف رئيس الحكومة التايوانية أن الجانب الصيني تجاهل تحذيرات تايوان ولم يترك أي خيار سوى ممارسة الدفاع عن النفس وإطلاق النار. أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تسليم 4 طائرات بدون طيار من طراز MQ-9B وأنظمة ملحقة اشترتها تايوان من الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2029. ونقلت صحيفة فوكس تايوان عن مصدر بوزارة الدفاع التايوانية قوله إن التسليم المقرر لأول طائرة بدون طيار سيكون في عام 2025، مشيرا إلى أن تكلفة الطائرات الأربع بدون طيار والأنظمة الملحقة بها تبلغ ما يقرب من $550 مليون. أكدت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية الالتزام المشترك بالسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان. جاء ذلك خلال اجتماع ضم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ونظيريه الياباني
أكيبا تاكيو والكوري الجنوبي كيم سونغ هان في مقر قيادة الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادي في هاواي، حيث جرى مناقشة سبل حماية وتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد. وفي بيان له أوضح البيت الأبيض أن المسؤولين الثلاثة عبروا عن إدانتهم استمرار كوريا الشمالية في تطوير برامج الصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل والتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. أعلن حزب المحافظين البريطاني انتهاء التصويت لاختيار زعيم جديد للحزب لرئاسة الحكومة الجديدة، وحدد الحزب الاثنين المقبل موعدا للإعلان عن زعيم حزب المحافظين الجديد. هذا وتوقعت استطلاعات الرأي أن تتفوق وزيرة الخارجية ليز تروس على وزير المالية السابق ريشي سوناك لتصبح رئيسة وزراء بريطانيا المقبلة. حالة من الترقب تسيطر على أروقة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا تزامناً مع اقتراب الإعلان عن خليفة رئيس الوزراء بوريس جونسون والمقرر لها في 5 سبتمبر الجاري، والتي سيسبقها بالطبع تنفيذ أعمال التصويت من قبل أعضاء الحزب لتسمية رئيس الوزراء الجديد. انحصار المنافسة بين وزير الخزانة السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس لم يسهل كما هو متوقع عملية الاختيار على أعضاء الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية في مجلس العموم، والذين تتراوح أعدادهم وفقا للتقديرات بين 160 إلى 200 ألف عضو، خاصة في ظل الأزمات العالمية وارتفاع معدلات التضخم والموقف البريطاني من الأزمة الأوكرانية وعلاقات بريطانيا مع دول الاتحاد الأوروبي. وتجري عملية الاقتراع مباشرة أو عبر الإنترنت أو البريد، ولكن لمرة واحدة، لأن تكرار التصويت يسقط عن صاحبه عضوية الحزب، فيما تتولى لجنة 1922 مسؤولية الإعلان عن أسماء الشخصية الفائزة، وتضم هذه اللجنة التي تدير شؤون الحزب تنظيمياً منذ 100 عام 18 عضواً يرأسهم السير جراهام برادي، الذي أعيد انتخابه في هذا المنصب لعدة مرات متتالية منذ عام 2010. ووفقاً للإحصائيات الرسمية، فإن 76% من أعضاء حزب المحافظين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل المرشحين لزعامة الحزب أكثر ميلاً وحرصاً على مواصلة تنفيذ اتفاقات وخطط الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بذات النهج الذي بدأه جونسون مع مطلع يناير من عام 2020. أكدت شرطة لندن أن الحقيبة التي عثر عليها بإحدى صالات مطار هيثرو وأدت إلى إخلاء الصالة لا تشكل أي خطر. وكان مطار هيثرو في لندن أعلن إخلاء صالة 2 بعد تلقي بلاغ عن حقيبة مريبة. أعلنت الشرطة الأفغانية أن انفجاراً وقع خارج مسجد في مدينة هرات أدى إلى مقتل أحد رجال الدين. وذكر المتحدث باسم شرطة هرات محمود رسولي أن مجيب الرحمن أنصاري خطيب إمام المسجد وبعض حراسه قتلوا جراء الانفجار، مشيراً إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين الآخرين. هذا ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. دشنت الهند أول حاملة طائرات محلية الصنع في إطار سعيها لمواجهة الأسطول الأكبر والمتنامي لمنافستها الإقليمية الصين، ولتوسيع قدراتها المحلية في مجال بناء السفن. ودشن رئيس الوزراء ناريندار مودي الحاملة الجديدة التي يبلغ طولها 262 مترا، والتي صممتها البحرية الهندية وتم بناؤها في حوض لبناء السفن في كوشين جنوبي الهند، كجزء من احتفال البلاد بمرور 75 عاما على استقلالها عن الحكم عن بريطانيا. أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أنه تم رصد سلالة جديدة من فيروس جدري القردة في البلاد. وأضافت الوكالة أن شخصا سافر مؤخرا إلى غرب أفريقيا تم تشخيص إصابته بسلالة مختلفة من الفيروس، مشيرة إلى أنه جاري حاليا تعقب المخالطين للحالة المصابة لتحديد ما إذا كانت هناك حالات أخرى أم لا. We'll be right back.
رحبت وكالة الأدوية الأوروبية التابعة للمفوضيات الأوروبية بطرح أول لقاحات معززة ضد متغيرات فيروس كورونا داخل أوروبا. وفي بيان صحفي ذكرت المفوضيات أن وكالة الأدوية الأوروبية منحت الموافقة على تداول لقاحين من إنتاج شركتي فايزر وموديرنا على التوالي. فرضت بعض المناطق في مدينة شنشن مركز التكنولوجيا بجنوب الصين قيودا على الأنشطة العامة وتناول الطعام في الخارج وعلى أماكن الترفيه، لكن مسؤولي المدينة لم يصلوا إلى حد فرض إغلاق كامل بينما يحاول كبح انتشار فيروس كورونا. وتقرر تمديد القيود في منطقة الأعمال المركزية في فوتيان ولونغوا، بينما طلبت السلطات من السكان في عدة مناطق العمل من المنزل إذا أمكن. قررت الحكومة اليابانية فرض عقوبات على المستشفيات الكبرى التي تفشل في تقديم الرعاية لمرضى العيادات الخارجية وتجهيز الأسرة للمرضى المصابين بفيروس كورونا والأمراض المعدية الأخرى. وأكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال اجتماع لفريق العمل الخاص بمكافحة فيروس كورونا أن بلاده ستضع إطارا منهجيا لتوفير الخدمة الطبية بشكل مؤكد في حالة الطوارئ. أعلن فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا في روسيا تسجيل 50,952 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية في أعلى حصيدة يومية منذ قرابة 6 أشهر. وارتفعت أعداد الحالات في شتى أنحاء روسيا خلال الأسابيع 6 الماضية مع انتشار متحورات جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا. يتحرك إعصار هينا منور القوي ببطء نحو جزيرة أوكيناوا بجنوب اليابان، بينما حذرت وكالة الأرصاد الجوية من هبات قوية وموجات عاتية جراء الإعصار. وذكرت الوكالة أنه من المتوقع أن يقترب الإعصار من جزر ساكيشيما قبالة جزيرة أوكيناوا الرئيسية مساء غد السبت، ومن المتوقع أن ينتقل شمالا إلى بحر الصين الشرقي من الأحد حتى الاثنين ويقترب من كيوشو في جنوب غرب البلاد يوم الثلاثاء. قررت تايوان إلغاء عشرات الرحلات الجوية وخدمات العبارات البحرية مع اقتراب آثار هينا منور من الساحل الشرقي لتايوان. وأعلنت إدارة الطيران المدني التايوانية أنه تم إلغاء 8 رحلات بسبب العاصفة، فضلا عن تأجيل 3 رحلات أخرى بين تايوان وسنغافورة ومانيلا، وذلك لنفس السبب. كما أكد مكتب الموانئ البحرية التايواني أنه تم إلغاء 65 خدمة للعبارات البحرية على 12 طريقا عقب إعلان إدارة الطقس المركزية ظهور الإعصار على بعد حوالي 420 كيلومترا أقصى طرف لجنوب جزيرة تايوان. قال مسؤولون باكستانيون إن أفراد فرق الإنقاذ في جنوب باكستان يسعون جاهدين لإجلاء ملايين الأشخاص من القرى النائية، ويأتي ذلك في الوقت الذي تنتظر فيه المنطقة بقلق وصول مياه الأمطار المتدفقة من شمال البلاد. وقال المتحدث باسم الحكومة الإقليمية مرتضى وهاب إن جهود الإنقاذ في إقليم السند كانت مدعومة بمروحيات وقوارب عسكرية. وفي الشأن ذاته، أوضح المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن حجم الدمار الذي أحدثته الفيضانات في باكستان والذي يواجهه المتضررون هناك لا يمكن تصوره، حيث يعيش الكثيرون في العراء بانتظار المساعدة. وأشار المتحدث إلى أن المفوضية تقوم بتعبئة الموارد والموظفين لتوسعة نطاق مساعدتهما في باكستان لدعم المجتمعات المحلية واللاجئين في المناطق التي دمرت من خلال الفيضان الكارثي، لافتا إلى أن الأمطار الموسمية الغزيرة التي استمرت لأسابيع وفيضانات في مناطق شاسعة أسفرت عن مقتل أكثر من 1100 شخص وإصابة ما يقرب من 1600 آخرين. بحث
بحث القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سهى جندي تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية وطرح المحفزات التي تحقق زيادة مشاركتهم في المشروعات القومية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويسهم في زيادة مساهمة المغتربين في الاقتصاد القومي. كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المبادرات والمقترحات والطلبات التي تم طرحها خلال المؤتمر الثالث للكيانات والمصريين بالخارج والذي عقدته وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة منتصف شهر أغسطس الماضي. وقالت سهى جندي إن المصريين بالخارج يمثلون إضافة قوية للاقتصاد الوطني بمدخراتهم من تحويلات بالعملة الصعبة، مشيرة إلى التقارير الصادرة عن البنك الدولي حول التوقعات بزيادة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج ومن جانب المهاجرين في ظل تزايد الصعوبات المتأثرة من المتغيرات على المستوى العالمي، مؤكدة أن المواطن المصري بطبعه شديد الانتماء والارتباط بوطنه. بحث رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل مع سفير السويد بالقاهرة تعزيز التعاون في المجالات الصحية ذات الاهتمام المشترك. وتناولت المباحثات التعاون مع الهيئات المناظرة بالسويد في مجالات الرعاية الصحية وإدارة المستشفيات واستدامة التشغيل بمعايير عالمية. وأشار أحمد السبكي إلى التطلع لمزيد من التعاون مع الشركات الرائدة بالسويد في مجالات التحول الرقمي لخدمات الرعاية الصحية والاستفادة من خبراتها لدعم تطوير مجالات التكنولوجيا الصحية. قال رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن إن معهد أبحاث الليزر وتطبيقاته يعد أهم المعاهد الفريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط بنشاطه البحثي. وأضاف أن المعهد بدأ الدراسة الأكاديمية بدبلومة علوم الليزر وتفاعلاته بمعهد الأبحاث وتطبيقات الليزر بالجامعة عام 2016، موضحا أن مدة الدراسة في الدبلومة عام كامل بنظام الساعات المعتمدة. جامعة بني سويف تضم العديد من الكليات والمعاهد الفريدة من نوعها في مصر والشرق الأوسط، ومن أبرزها معهد أبحاث وتطبيقات الليزر الذي يمتاز بنشاطه البحثي ويحتوي على معامل مجهزة بأحدث الأجهزة. المعهد يختلف عن المعاهد الأخرى في المنطقة نظراً للاختلاف الكبير في الأهداف والأغراض ومجال الدراسة، حيث يتطلع المعهد إلى تحقيق ريادة إقليمياً وعالمياً في مجال التعليم بعد الجامعي. طبعا في معهد ابحاث تطبيقات الليزر احنا معهد بيقدم العديد من الدبلومات والماجستير والدكتوراه، وطبعا ده اتجاهات بحثيه عديده داخل المعهد تخدم طبعا المجتمع البحثي والمجتمع حوالينا خصوصا في البيئه الصناعيه اللي عندنا في بني سويف. وعندنا تطبيقات برضو بنعملها كتير، ابحاث تطبيقات الليزر في المجال الصحي سواء كان في علاج بعض الامراض الاورام السرطانيه او كمكافحه بعض الميكروبات المقاومه للمضادات الحيويه. فعندنا اتجاهات بحثيه بيولوجيه واتجاهات بحثيه طبعا صناعيه. احنا هنا بنعمل العديد من التجارب وخاصه تطبيقات الليزر في البيولوجي والميكروبيولوجي والاستخدامات المختلفه للليزر وصفاته. عندنا في المعمل في العديد من الابحاث، وكان من اهم الابحاث دي استخدام الليزر في علاج الكانسر او السرطان والمرض المنتشر. وعندنا العديد من الخلايا سيل لاينز للكانسر بنجرب الليزر بالبارامترز المختلفه بتاعته وبنحدد منها أهم البارامترز اللي ممكن نستخدمها في علاج الكانسر ووقف نموه. وكمان كان عندنا استخدام الليزر في مشكلة كبيرة كانت بتواجه المجتمع المصري كله وهي التليف الكبدي اللي ناتج عن عديد من الفيروسات، وطلع وأنتج الليزر نتائج بحثية رائعة وتم نشرها في مجلات عالمية مرموقة. المعهد يمنح عددا من دبلومات الليزر ودرجتي الماجستير والدكتوراه في العديد من التخصصات، ويسعى إلى إعداد كوادر متخصصة ذات كفاءة عالية في استخدام الليزر وتأهيل باحثين متخصصين من خلال برامج أكاديمية في الدبلومات المتخصصة والماجستير والدكتوراه.
بيقدر يلتحق معانا طلبة من كليات مختلفة، كليات علمية زي كلية علوم، كلية طب بشري، كلية صيدلة، طب أسنان، طب بيطري، زراعة، في مجالات مختلفة كل تبع تخصصه. والمعهد هنا فريد لأن في أجهزة متميزة جدا مش موجودة في الشرق الأوسط كله. أنا اشتغلت على الفيفو على الأنيمال موديل، كنا بنحاول نعمل نستخدم الليزر كنوفل تريتمنت للليفر فايبروزيس، وفعلا طلعنا نتائج كويسة إن الليزر قدر يعمل أميلوريشن للإفكت بتاع أو التأثير بتاع الليفر فايبروزيس، وبدأنا فعلا نعالج وطلعنا نتائج كويسة منه جدا، ونشرنا بها بحث في اللايف ساينس. طبعا الدولة بتدعم كل البحث العلمي والأجهزة اللي احنا بنحتاجها دايما بيدعمونا بيها. هدف المعهد ان احنا ازاي نطور من البحث العلمي بحيث ان هو يقدر يخدم المجتمع. اشتغلت الماجستير في ازاي نطور أجهزة الليزر بحيث دكتور احمد زويل استخدم الفيمتو سكند ليزر ان هو يصور الانتراكشن اللي بيحصل في التفاعل الكيميائي. كما يهدف المعهد الى خدمة المجتمع المصري بصفة عامة وبني سويف بصفة خاصة في علوم الليزر وتطبيقاته في كافة المجالات الطبية والهندسية والبيئية والبيولوجية والزراعية والعلمية، حيث ان الليزر يمثل القاعدة الأساسية لعديد من القياسات العلمية والبرامج البحثية والتطبيقات الآمنة. والآن نتحول إلى الجولة الاقتصادية. وميرفت المليجي، أهلا بك ميرفت. شكرا سحر وأميرة، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة سعيد الأهمية التي تليها الدولة لشراكتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية، مشيرة إلى التطلع لزيادة مجالات العمل لدعم أولويات التنمية الأساسية في مصر، بما في ذلك تحقيق رؤية عام 2030. جاء ذلك خلال استقبالها وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائية بمصر. وقد شددت هالة سعيد خلال اللقاء على التعاون بين الجانبين لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكذلك ما يخص العمل المناخي وحماية البيئة والنمو الشامل والمستدام، وكذلك التحول الرقمي. عاود سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي الارتفاع ليتخطى لأول مرة عتبة 35,000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد. فعلى واقع الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1958، خسرت العملة المحلية أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار، وبات أكثر من 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر، فيما ارتفع معدل البطالة إلى حوالي 30%. أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني انخفاض صادرات البلاد بشكل أقل من المتوقع في يوليو، إذ هبطت بنسبة 2.1% عن الشهر السابق، في حين شهدت الواردات تراجعاً بلغ نحو 1.5%. وأوضح مكتب الإحصاء الألماني أن الصادرات الألمانية إلى روسيا قد انخفضت بنسبة 15.1% مقارنة بالشهر السابق بعد تراجعها بنسبة 60% في مارس وسط العقوبات الغربية الصارمة على موسكو. أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستزيد أعداد المهاجرين الدائمين لديها من 35,000 إلى 195,000 في السنة المالية الحالية لتخفيف العبء على الشركات التي تعاني من نقص العمالة على نطاق واسع. وأغلقت أستراليا حدودها لمدة عامين تقريباً أثناء ذروة كورونا، لكن تلك القواعد الصارمة ونزوح العمال والطلاب الأجانب ترك الشركات تكافح العثور على موظفين والحفاظ على أعمالها قائمة. وقد وصل معدل البطالة في أستراليا الآن إلى أدنى مستوى لهم منذ 50 عاماً عند 3.4%. في أسواق البترول العالمية صعدت أسعار النفط بفضل توقعات
أن يبحث تكتل أوبك بلس خفض الإنتاج في اجتماع يعقد في 5 سبتمبر. وقد زادت العقود الآجلة لخام برنت بمعدل 1.5% ليصل إلى 93.78 دولارا للبرميل. كذلك خام غرب تكساس الوسيط ارتفع بنسبة 1.7% ليغلق عند 88.04 دولارا للبرميل. كذلك سعر المازوت ارتفع عالميا بنسبة 0.5% ليصل إلى 3.57 دولارا للتر، في حين انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5.6% لتسجل 8.74 دولارا لكل مليون وحدة حرارية. نتحول إلى أسواق المعادن النفيسة، والتي ارتفعت عقود الذهب عالميا متأثرة بالبيانات الأمريكية عن البطالة والوظائف لتسجل 1.718 دولارا للأوقية بارتفاع يصل إلى 56%. أما محليا فقد سجل الذهب عيار 18.947 جنيها، عيار 21.105 جنيهات، عيار 24 سجل 1.262 جنيها. أما الجنيه الذهب فقد وصل إلى 8840 جنيها. صعدت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم بعد بيانات أظهرت ارتفاعاً أقوى من المتوقع للوظائف في أغسطس. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 61%، وارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 70%. واستهل المؤشر ناسداك المجمع المتداولات على ارتفاع بنسبة 97%. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لسحر وأميرة إليكم. شكرا لك ميرفت المليجي. يواجه المنتخب الوطني للناشئين اليوم نظيره المغربي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب تحت سن 17 المقام في الجزائر. وكان منتخب الناشئين قد تأهل إلى دور الثمانية بعدما تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط. افتتح بالإسكندرية أول ورشة عمل ومعرض فني يقام على شواطئها بمشاركة أكثر من 100 فنان تشكيلي من مختلف محافظات الجمهورية بعنوان فنون إسكندرية. وتفقد محافظ الإسكندرية محمد الشريف لوحات المعرض التشكيلي مشيدا بمستواها الفني، وأوضح أن المحافظة تعمل على إقامة المعارض الفنية المتميزة وتشجع جميع ألوان الفنون التي من شأنها الارتقاء بالذوق العام وإظهار الفن الراقي الذي يبرز مكانة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط. الجو هنا ممتع جدا جدا جدا، والأجواء كلها مشجعة على الرسم، ومع أغلب الفنانين ما شاء الله لوحهم تحفة جميلة جدا، وأنا اتبسطت جدا معاهم وإن احنا بنرسم كلنا مع بعض. مرة شارك في معرض على شط إسكندرية، الجو حلو ومبسوطة جدا إن أنا شاركت وإن شاء الله مش آخر مرة. وبهذا الخبر الفني انتهت نشرة السادسة، وتبقى التذكير بالعناوين. مجلس الوزراء ينفي نقص السلع الاستراتيجية في الأسواق تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية. مجموعة السبع تعلن فرض سقف على سعر النفط الروسي، وموسكو تنتقد القرار. رغم زيادة أعداد الوظائف، ارتفاع نسبة البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.7% في أغسطس المنقضي. انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.